تحت نيران قصف الطيران الأجنبي المساند لميليشيات حفتر، أجبر مقاتلو مجلس الشورى على التراجع من نقطة بوابة الجوارشة حفاظا على الأرواح بعد استهدافها بصواريخ موجهة دقيقة أسفرت عن استشهاد أحد المقاتلين وإصابة آخرين. البوابة التي هي الآن في مرمى النيران ولا تخضع لسيطرة أي الطرفين، استهدفت محيطها مدفعية المجلس حين قامت ميليشيات حفتر بالتحرك اتجاهها، فأصابت سيارات وآليات عسكرية أسقط خلالها عدد منهم قتلى وجرحى. مصادرنا بالمحور الغربي أكدت رصدهم لانفجار ألغام أرضية بآليات لميليشيات حفتر بأكثر من محور أثناء محاولتهم التقدم دون تحديد لحجم الخسائر المادية والبشرية. ويستمر الطيران الأجنبي وطيران الميغ والعمودي التابع لحفتر في تكثيف قصفه على منطقة قنفوذة، فتنفذ يوميا ما لا يقل عن 8 طلعات جوية للطيران الأجنبي وطلعات أخرى تدك فيها المنطقة بالبراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات العمودية وسط ازدياد سوء وضع العائلات العالقة بها.